شيرين جانينو بـ9-5 والوضع اللي هم متهمين فيها بالتحريض 2-5 يبقى في مفيش معقوليه تضايق تجيب لي شريك 9-5 مستوى 9-5 تتهم فيه بعض الشرطه تجيبه لي وتقول لي انا بتهمك بالتحريض ده شريك مصور في 9-5 مش في 2-5 الواقع حصلت في 2-5 يا جماعه احنا عاوزين قانون وعاوزين يعني يظهر الحق سواء للمتهمين او المدعين بالحق المدني المدعي بالحق المدني يعرف هو بيدعي على مين بالظبط والمتهم ياخد حقه اذا كان بريء يتم براءته فورا واذا كان مدان ياخد العقاب بتاعه احنا عاوزين قانون انما شريك من 9-5 جاي يدين لي بيه واحد في واقع حصلت في 2-5